نقول لحضراتكم اللعيبه بالظبط. ايوه كده، ادي خالد الغندور، تتلعب لابراهيم، لهادي، مصطفى النادي الاهلي، وحسام حسن، هادي سيد عبد الحفيظ، كحا هشام لسعيد، وسعيد يلعبها، وعلى طول عبد الواحد يطلع اول كوره الغندور، ويبدو ان دي الجبهه الشمال بتاعه الزمالك اللي هتبقى ايضا هي مصدر الهجوم. وادي على طول رد حكمي يرد هذه خشبه، هل هيرجع بمستوى العالي؟ واضح جدا ان لياقته كويسه، وماشي كولوبالي، ماشي كولوبالي، ماشي كولوبالي، ويشوت، وضربه مرمى للنادي الاهلي 100% دلوقتي. مصر لا زالت النتيجه التعادل بدون هدف، انما واضح ان الزمالك بادي بدايه هجوميه لاخر. وادي تصويبه من عبد الحليم علي زي ما احنا شايفين اهو. يبقى مستر فوستر عمل تشكيل هجومي على اساس دور بره الملعب. ادي طبعا هو قاعد النهارده، ما فيش ملامه عليه، ولكن ممكن يكون عامل شغل، انما اكتر واحد في الملعب اعصابه هاديه هو، لان ما فيش حد هيقول له غير لو عمل حاجه هيبقى برافو، لو ما عملش الاعذار ليه. توصل الكوره لطارق السعيد اللي بيلعب باك شمال النهارده، وهو الغندور ناحيه جبهه شمال، وطارق السعيد يلف ويلعب وعادي، ويطلع على طول عصام الحضري ويمسك. بيشير التبعي سامي الشيشيني، وضغط من علاء، وتخبط الكوره فيه، وبعقل جدا عبد الواحد عارف ان فيها لولبه كده هتسقط وتلف، وعلاء داخل ما عملش حسابها. يبقى وضحت جدا شكل الهجومي لنادي الزمالك. وادي عصام الحضري ويصد فرصه كبيره جدا، هنشوفها مره ثانيه اهو من كوره عاليه، وعبد الحليم ابراهيم وسيد عبد الحفيظ ضغط عليهم الجبهه اليمين، فقطع التمويل الرئيسي للنادي الاهلي. هنشوف بقى النادي الاهلي هيفك الرمز ده ازاي. وخلطه، خلطه كبيره، وفرصه عمره ضيعها ايمن عبد العزيز، ضيع فرصه عمره، وهنشوفها مره ثانيه اهو. يعني قمه بيرقص، ودي تترقص هنا راجل احمد عبد الظاهر عاوز يرقص ايمن، وايمن يخطفها ويضيع فرصه لنادي الزمالك، ويحمد ربنا احمد عبد الظاهر سابها لسيد، وتلف كورته حلوه حلوه، بيلعب كور حلوه قوي قوي، وضربه راس جميله من ابراهيم يمسكها عبد الواحد السيد اللي فايق قوي مظبوط هنا اهوت. لما الكره بتتنقل الناحيه الثانيه في مساحات بقى فاضيه هنشوفها مع بعض. ادي ايمن، وادي على طول اهو لعبد الحليم علي اللي بيتحرك النهارده، عامل ماتش كويس. ماشي عبد الحليم، ماشي عبد الحليم، ماشي عبد الحليم، ويرجعها ورا لايمن، وايمن يغمزها لكولوبالي، انما يضغط على كولوبالي ويشوط قنبله كولوبالي بيتابعها عصام الحضري، انما بجوار القايم الشمال مباشره، وتبقى ضربه مرمى. شوفوا حضراتكم، ادي كولوبالي وضغط عليه، انما حط رجله وتطلع الكوره بتاعته بجوار القايم زي ما ليه كولوبالي، وكولوبالي يفتح اللعب ناحيه اليمين على طول لاحمد صالح، واحمد صالح يلعبها لعبد الحليم علي، ويلفها عبد الحليم ويمسكها عصام الحضري. لغايه دلوقتي الثلاثي حسين شكري واحمد عبد الظاهر وابراهيم سعيد، الثلاثه مش ماسكين احمد عبد الحليم ولا الدوماني، لان في مساحات فاضيه بينهم من بعض تقريبا من زمن الشوط الاول الجميل من كلا الفريقين، ولا زالت النتيجه التعادل بدون اهداف. وادي كولوبالي ماشي ويلعبها على طول وتروح ناحيه الشمال، يفوتها لطارق السعيد، وطارق السعيد يلعب عرضيه تطلع كرة وتضرب الكرة مرة تانية في عبد الظاهر، وترد في نص الملعب. سيد ياخد الكرة وماشي ويلف كرة عرضية يطلعها على طول التابعي بدماغه، وبدأ النادي الأهلي يصحصح هجوميا، وفي نادي الزمالك وداخل سعيد، وشاط شوطة جامدة يمسكها على طول عبد الواحد السيد. وماشي سيد، وماشي سيد، لعبها من هنا علاء، علاء علاء علاء، وفرصه قصاد فرصه، حره مباشره للنادي الزمالك، وخالد الغندور يلعبها عاليه
وضربه راس ولسه الكره في الملعب ويمسكها عصام الحضري من كولوبان. كل سنه طيبين بقى. الشتاء جه ولا في شبوره فعلا باينه كده على الشاشه، ما هواش تصوير ولا اخراج انما حاله طبيعيه بقى بتقابل. واحنا شفنا قبل كده ماتش اتلغى اخر 5 دقايق في كوبا امريكا من الشابوره اللي نزلت، انما الحمد لله طقسنا هنا كويس الشابوره وهتعدي عشان يلعبها يلفها وجول يلفها وهدف لبشير التبعي. بشير التبعي يحط هدف الاول في اللقاء بعد 33 دقيقه. لسه بقول لحضراتكم ان العاب الهوا بالنسبه لخط ظهر النادي الاهلي فيها كلام، والغندور يلف كوره ويقابلها بشير التبعي ويتقدم الزمالك بهدف جميل من ضربه حره مباشره احرزها عبد الحليم علي. هنشوفها مره ثانيه اهو، لازم نركز ونشوف الصوره تقرب شويه على محرز الهدف، نقرب على الصورة على محرز الهدف. هنشوفه مرة تانية، ملعوبة حلوة قوي قوي. عبد الحليم علي من الشوط الاول، ومعذرة لان احنا بنزيع من فوق وفي شابورة كمان، يعني من اعلى نقطة في الاستاد وفي شابورة في الاستاد فمغطية النمر. فاحنا قلنا بشير التبعي استقبل الكرة حلوة قوي قوي قوي، تخبط في عمرو وتروح لابراهيم ويلفها ابراهيم عرضيه على طول بشير التبعي، تسقط الكره لسعيد وسعيد ياخدها بقلشه فوق تبقى ضربه مرمى لنادي الزمالك. وما حسبش غير يا دوبك ولا ثانيه ولا دقيقه ضاع. زي ما بقول لحضراتكم ان المباراه كلها ما فيهاش وقت ضايع، وصفر كيملتون بانتهاء الشوط الاول الجميل بتقدم نادي الزمالك بهدف لنشيل النادي الاهلي احرزه بشير التبعي. الزمالك متقدم بهدف لبشير التبعي في الدقيقه 33 من الشوط الاول، وضربه ركنيه للنادي الاهلي. تتلاقي لعبها سيد عبد الحفيظ وضربه مرمى للنادي الزمالك. هو والغندور، الغندور يلم ويلعب الكوره لطارق السعيد. طارق السعيد وعبد الظاهر، يعدي طارق السعيد، يعدي طارق السعيد، يعدي طارق السعيد، والحكم بيقول له قوم سعيد. وابراهيم على طول الكره العرضيه وجول جول 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 علاء ابراهيم، يحط هدف جميل ومن الحته اللي رفعها الغندور في الشوط الاول وجي منها هدف او يصنعها في خط ظهر النادي الاهلي. والكره العرضيه والمساحه الفاضيه وعلى صدره، انما يحط رجله في توقيت مظبوط جدا ابراهيم سعيد، وبدا نادي الزمالك يضغط مره ثانيه وتوصل كره عبد الحليم يقطعها شكري ويخش ثاني عبد الحليم على باقتال على الكره، انما شكري يقطعها ويديها لسيد عبد الحفيظ. ايمن عبد العزيز وضربه حره مباشره للزمالك تتلعب، وطالع الحضري بالبوكس عشان يتقي شر الكره اللي كانت الجون رغم ان دي اصعب من الثانيه. يقطعها سعيد عبد العزيز ومشوار من الطرف الشمال اللي ما شفناهوش في الشوط الاول، وسعيد عبد العزيز ويلف كوره عرضيه وحسام وحسام وبجوار القايم، وسبحان مغير الاحوال في الشوط الثاني. عرفهم ان هم يكملوا زي كولوبالي والغندور، عمل مجهود كبير قوي في الشوط الاول، ده اللي هنشوفه دلوقتي في الشوط الثاني. انا شايف كده في بعض اللعيبه مجهودهم قل عنه في الشوط الاول لانه بذلوا مجهود كبير جدا جدا في الشوط الاول. كولوبالي وضربه حره مباشره وبيحطها كده، حطت واحد هيشوط، هل هيشوط ويلطش بوش رجله الخارجي كده ولا هيرفعها داخل كولوبالي؟ وفعلا لطش بوش رجله الخارجي وجول، هبطت وغيرت اتجاهها وكولوبالي يحط الهدف الثاني لنادي الزمالك. ولسه بقول لحضراتكم شكله هيشوط ومفيش حيطه موجوده، والكوره خبطت وغيرت اتجاهها واطلق قذيفه كولوبالي في الدقيقه 18 زي ما احنا شايفين. يتقدم مره ثانيه نادي الزمالك بهدف لكولوبالي بعد 18 دقيقه، تقدم الزمالك تصبح النتيجه 2-1. شكله هيشوط وحاطط الكوره، وقلت هيلطش برجله الشمال لطشه اهي، لطش الكوره خبطت في ركبه ابراهيم وغيرت اتجاهها، وعصام الحضري ما قدرش يعمل فيها حاجه ابدا. اهو خبطت وغيرت اتجاهها ودخلت الجول. الهدف الثاني للزمالك، والمباراه جميله جدا 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 لهادي خشم.
وادي اماميه انما جامده جامده على علاء يطلع. وبدا النادي الاهلي يمسك الملعب تاني هجوميا، ابراهيم يلعب عكسيه ونفس اللعبه وتتلعب عرضيه انما مفيش حد يصلحها، ولفه من علاء ابراهيم بعد الهديه بتاع طارق السعيد يلفها سيد وطالع عبد الواحد ويمسك 2 والاهلي 1. وتتلعب الكوره خالد الغندور يلم وعاوز يعدي ويصلحها الكلوبالي ويشوط في السماء ضربه مرمى للنادي الاهلي. سعيد هيبقى مكانه ده اللي هنشوف، والضربه الركنيه سيد يلعبها وتعدي الناحيه الثانيه وقابلها سعيد وتخبط في الدفاع وعبد الواحد بالبوكس وترد مره ثانيه لطارق السعيد يلعبها بقلشه وتطلع كوره بره الملعب او ترمي التماس للنادي الاهلي. سعيد هو اللي يعمل الكرات العاليه الساقطه كلها من نصيب مدافعي نادي الزمالك. ادي الكره العرضيه اهي، وادي ضربه راس جميله. عبد الواحد يلعب ضربه المرمى ويتزحلق انما تروح لطارق السعيد اللي بيلعب دلوقتي 40 دقيقه اهو من زمن الشوط الثاني، والزمالك متقدم بهدفين مقابل هدف للنادي الاهلي. طارق السعيد هو اللي خد مكان الغندور وطارق السعيد رجع مكانه، واماميه لوليد انما فارق السرعه لصالح طارق السيد ويخبطها ويجيب منها ضربه مرمى لنادي الزمالك. وقع عبد الواحد من ضربه المرمى اللي فاتت شاط الارض واتزحلق، وطبعا الحاجه الوحيده اللي الحكم يوقف لها المباراه اصابه واداله انذار. الحكم يعني واعي جدا، وعبد الواحد مش واخد اهو شوف حضراتكم هو فعلا اتزحلق والحكم مش لما انت شايفه يبقى فعلا كان لازم ما تدلوش انذار، لانه فعلا الراجل اتزحلق ومن حقه ان هو يعيد حساباته مره تانية زي ما احنا شايفين. سيد عبد الحفيظ والكره العرضيه لحسام وعاوز يلعبها تعدي تروح لعبد الواحد السعيد. هل يا ترى برضه هيلطش الكوره بوش رجل الخليجي انه بادي بقى في حيطه اهو ويشوط وفي نص الجون يمسكها عصام الحضري. حسام والتابعي ورا لهادي وهادي وتصويبه وتوصل الكوره لابراهيم وفرصه بيزق وليد بيقول له يا اخي لخمتني، انما عبد الواحد السيد النهارده صاحي صاحي، وكاد حسام حسن ان هو شوف حضراتكم يحط هدف التعادل وزغدة كده انما لقاها عبد الواحد ويمسكها. كلوبالي يلمها ادوماني لكلوبالي وعاوز يلطش ولطش و ضربة مرمى للنادي الاهلي. ودخل في الزحمة واتخطفت منه، واخيرا يصفر الحكم الدولي الدنماركي كيم ميلتون بانتهاء الشوط الثاني بفوز الزمالك بهدفين لهدف للنادي الاهلي. احرز الاهداف بشير التبعي وكلوبالي، واحرز هدف النادي الاهلي علاء ابراهيم.